شي علاقه امين المضارب ولا شي حال اللي كان صاحبي شحال هادي فهمتي مننا غير خاو الاحسان ابدا كتحاشي شي مشكل بيني وبين السيد وختو فهمتي هذا عندي مع المشكل حاليا ما بين شي حاجه ضرب حدا اختي اللي فات الاسبوع ماشي الاسبوع اللي قبل هذا بالحد كنت واقف حدا المعصيني والدي ديالي جا السيد سي كاش قلت مع اخويا في حشومه واحد الوالد ديالي بيجي خاصه الهضره بين انت عندك معايا حساب بحال هكا يا خويا شنو الحساب اللي عندك معاه بين انت عندك معايا حساب جاتي جاني هز القدر بعد لما حيد لك الزير بعد لما حيدها انت زين زين قدر ودير وتسيب شو حيدو هادي شوي مسهل شو واحد من حد واحد يروح الصالون للحلاقه دي واحد ديما عارف الداب هذا سي الصالون ديالو اللي تيبان لي غالي يضربو اللي تيبان لي غالي تيضربو واش كان قاطع في حال الهيزان الله اعلم اش كان داير ديك السيد سمعتيني في واحد اللحظه هز حديده دي عكاز مهوشه طاف صغيره منها زاد خالو مصطفى سادني بحال هكا لصق فيا تقول خويا مصطفى طلق منا قلت له انا باغي نضرب وبغي نضرب السيد السيد باش بيني وبينه وانا اللي زي عندي تخص انا بحال هكا تم زي اختلف عينيا اختلف عينيا طاحت انايا طاحت غيبت امي كانت حدايا تبقى الضربة طاحت حتى هي داك الاسعاف الدوية جاو البوليس تسنطو ليا داو ديك السي متيني لازم حضر الاستماع الاول في الضرب في الضرب وزاح الضرب وزاح مؤدي العام في ديما الكسر دار سمونا ثلاث ايام ثلاث سمونا انا واحد سيد سيدي عيطوا عليا اللي تعرف عليه قلت انا مريض في ممشي مشات هو ديالي تعرفت على السيد قلت هو هذا دار سيد 72 ساعة خرج بحالته 72 ساعة خرج بحالته ملي سولت انا علاش خرج بحال السيد قالوا لي اللي السيد ديالك في المحضر تبالو دابو صح تنتاك ضربو وسيلا كله كاميرات كل كاميرات كاين يسود كاين عباد الله سكينة كاملة عارفها هادشي سكينة كاملة عارفها هادشي ان الناس اذا ما ضربو ما بينو شي حاجه داك انا ضارب نتحمل المسؤوليه نتحمل اي شيء نتحملها ان الناس ما قصو ما والو سمعتيني دابا الحمد لله شنو هو الدوسي عند واحد الناس في البوليس اي الناس تعاونوا بين الله نجي غيبين الحقيقه حقيقه تفهمتيني حيت نجي الدوم تيبغي شي واحد انا في البلاد باب كاين القانون جايب موطور وواحد داير صاحبو وقف بموطور هز كاس سيابي ضرب في الحيط تشتت انا اي واحد بلاصتي انا غادي يدوي حلاش حدا مو كيما كان غتكون مو ختو ماتو بنتو غتكون حدا غادي يدوي لابد غادي يدوي تخسر حدا غادي يدوي حيت شحال واحد تنقى في الكومنتات ديال عباد الله تيقول لك لا ما دويش تخص خاصك هذيك امي هادي وشي ما ندويش كي امي هادي خاصني ندوي سمعتي مي تيخسر هذا وانا حقي ندوي يعني عندي نظر في عقلي نشوف عندي دم كبد ليا وهاش هنايا سولت انا قالوا لي ما كاينش شي علاج سولت شنو شي علاج زعما فروض بار البلاد لا ما كاينش قال لي هذيك السيد بقى فهمتيني مع الدوايات وطلب الله لك شي معجزه ديال الله فهمتيني طلب الله عندي عمليه في الهرش اختي انا ما غاديش نمشي ندير دابا شي علاج تخاف اختي بالبنج والسبيطارات تما دوك اليوم السيمات انا غادي ندير السبيطارات تعذبت اختي تعيش انا حاليا تنكب العلبي في القصبه في سوانت عيني في صدر الحوم في المنع والعسل وجي عبي العلبي تعذبت بها فهمتيني في الناس في كل شيء والحرائق فهمتيني وخا ناكل الدوايات فهمتيني عبي العلبي كامله كاينه حاضر السي وكاينين كاميرات وسمتيني كاينين كاميرات كاين ناس كاينين مقدميه كاين مخبرين فهمتيني كاين البدا فيها كل شيء اختي فيها كل شيء فهمتيني ساهله بصح الحقيقه ساهله في صعيبه ساهله كاين الحمد لله دابا كاين دوسي عند هاد الناس هما غادي يخدموا تما عارفين سكين فهمتيني انا عندي اليقين ديك الناس مشيت عندهم عندي اليقين فيهم عندي اليقين غياخذوا لي حقي لكن الضرر ولا كنت نضلو كاين شهود كاين شهود كاين الناس مالهم اخي في على راسهم تيقول حنا غنسيفطو للحبس غنمشيو نسهلو الاخر غادي يمشي للحبس حنا سرقنا تلقنا العداوة مع هاد الناس يقدروا لو الناس شي حاجة يقدروا فهمتيني الوقت والزمان غادي يخاف على راسو ونتي سمع وتيمشي نتي ساطا وتيمشي هادشي هو اللي كاين هادشي هو اللي السكينة كاملة عارفاه هادشي السكينة كاملة عارفاه فهمتيني كلشي عارفينو كلشي
فهمتيني في وقع الواقعة كلشي تيعرفو. كان يخدم معايا في الباركينغ في 2017 فهمتيني، وقع واحد النزاع ماشي كيما النزاع مع هو، مع واحد السيد ندوي انا وياه بقى هو زق على السيارة ديالي بها طبعت لي عصبة ديال يديا تقطعت لي فهمتيني. اش مشى دار هو السيد مساو هاد الطوموبيلة ديال واحد السيد، ديك السيد هو معاهم وداو دائرة مول يوسف داو سكاية، سكاية شنو فيها؟ لأننا هاي الطوموبيلة باش ميزين ديال سكاية أنا ديال الدابوزا ديال الدابوزا سرقة باش نتفاجأ نتفاجأ أنا عندي سكاية من هاي الطوموبيلة بيديا. كان واحد السيد رئيس مصلحة دائرة مول يوسف السمية ديالو كوميسي غزال، ملي جيت انا ديك لايت عيطو على الطوموبيلة وعيطو على السيد قال لهم قال لهم شكون اللي مات انا نقول لهم ديك تقول لي شكون هاوش الطوموبيلة وتمشي بوشاية كذيبة بحال هكا. راجل كبير تخلع قال لهم نقول صح هاد الناس وهاد الناس هما اللي قالوا لي دير هادشي بس انا ما نصور والو بحال هكا. وجي عندي ديك رئيس الدائرة قال لي واش تابع السيباني قلت له ما نتابعهم والو راجل كبير ما نتابعهم والو يمشي بحالاتو بحالو يمشي بحالاتو بحال هكا. هذيك الدير تعتقل يا ضربي تعتقل زاو ضربهم تيطلبوا فيا انا ماكنتش باغي نسمح ليه. واحد ختو واحد ختو بحال ختي عزيز عليا فهمتيني، واخا كاع هادشي واحد ختو عزيز عليا طلب فيا كبات بها امي طلب فيا سمحت ليه مو واخد ما عندهم والو شنو خلصوا لي خلصوا لي دوايا كانوا خلصوا لي وقال من داكشي فهمتي انا صافي باغي والو فهمتي خلصوا لي دوايا سير مسامحه وتبعتهم لي تعرفين ني 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 زوين تبع عند الرئيس عن مكتوب سبيرا راسو طبعا رئيس نقول الله يرحم والدي نسي تلقو صافي تلقى لي المشكل مع دختو ونفس المشكل تعاود ليا ضربني مشى ضرب راسو انا بيسيكايا ما فهمتش انا حالي ما فهمتش انا كنا صحاب كنا عشان ساكن الطعام فاقنا على قبل ديك الضرب الاول 2017 كلش طريقو كل فهمتيني كل اللي سال عليه فهمتيني. انا بعدا عطيتهم انا بعدا عطيتهم الثقه والسكن كامل عارفين انني نبعد منهم وتنعيهم وتنقول عليهم ونجي عندهم وتنهزم عليهم يعني ما عنديش شي مشكل. هاد الناس بعدت منهم شحال هادي وشي يجي يضربوا لي عينيا معشوماش تسمى حضر هادي هو قريب ليا ماشي انا قريب قريب في الحومه ماشي شي زين زين ملبى في الموبايل هو قريب في الحومه انا في الزنقه وفي الزنقه الاخرى. اختي هنايا واحد كلمات انا صبار فهمتيني صبار فهمتيني اي حاجه نتعيش معها كيما كانت فهمتيني ولفت على هادشي تحامل صدمه وصدمه ولفت على هادشي اختي اصحاب واحد بحالي وعاش اصحاب واحد كيما عندهم شي يدي وزدي وعاش وتعيشوا وعادازوا عايشين بخير فهمتيني عادي كتاب ديال الله هذا ندخلوا فيه ابتلاء ديال الله هذا فهمتيني تقدر بلك حياتك تقدر بلك شي حاجه. انا المستودع تاعي كطاريه كطاريه هذي كلمت كنت غدا في ماسا واحد الوقت شحال هادي كنت بزاف حسن الثاني 2008 في المكتبة في مكتبة البني فهمتيني كنت خايف لاني شي حوايج خايبين عفا عليا الله انا مؤخرا نقعد عليه مساكين تمشي نحبس انا ما داير والو مساكين عارفة ما داير والو واحد سدوه شي حاجة ندير من حاجة ندير فلان انا ما عاطيه بيني وبين الله ما بيع عليه ما عاطيه ما والو ومشيت وتنقول مع بيني وبين الله تنقول تنقول الله يجعلها فيها الدونو الا كان هذا دوم دوم ديال تعدى عليا الله يجعلها فيها الدونو حتى انا كنتني شي حوايج خايبين تنخلص على شي حاجه واخا ما دايرهاش فهمتيني. انا من 2021 ملي مات لي خويا بعدت على المساكين بعدت على المساكين ماشي مؤدي اختي وماشي صفار وماشي حق دور المساكين من ديري الصغير بدا يقول باش الله باش تولي راجل كبير اللي بان لي سولي ماشي مؤدي ماشي حق فهمتيني. انا جا عندي الناس تنزل ليهم ولكن في شي عينيا وجا بواحد الطريقه ديال سنه هي الطريقه ديال اللي مرصات لي هنايا ومشاو مشاو ديك العربية وانا مضروب سمعتيني مشاو ديك العربية وانا مضروب وسمعتيني واش الناس باش تيق فيهم ما تيقش فيهم وسمعتيني واش مضروب غادي يومي غادي يومي ديك العربية غاتيق في هاد الناس تقول لي الصلح هما اصلا بغي هما اصلا بغي يتناو منك ما كرهوش كون قال لكم انتي وتم وتناو منك فيني في دقه وحده اصلا انت ما بين في شي حاجه اللي باغي انا كي باغي لهم شي حاجه خايبه الله يعطي لي انا بصحتي اللي ما سمعش اختي اللي ما سمعش كي باغي كي ما سمعش اختي غنبقى داك سمتيني كنتي دابا حاليا عند البوليس عند الناس كل فين ليه غيعرفوا حق عليا كامل كل متيني كل غي حكي القانون كل غيمشي على قلب اي حاجه اي حاجه دايره تطبق عليه مش طارق العيد ديالو طارق والله
ضيقي اسمح لي والله يرفع لي سيدي الاول والاخر والحمد لله شان طاب شي واحد يعاوني ويعطيني شي حاجه نختي ولا قال لي شي حاجه نسي واحد سمعتيني ما اش نقول لك انا اصلا انا نمشي حاره ما نقدرش سمعتيني لكن شي واحد اختي يعاوني في عيني ماشي يعاوني انا حط نمشي انا حط سويه هو يكمل لي سويه يعاوني في عيني تمشي لي انا اصلا مشيني خويا عندي واحد من الصحاره انايا حتى انا ضربت شي حاجه كنت عايش معاها اختي يقول كنت عايش معاها الشيء سمعتيني كنت عايش معاها قلت لها السيد ديالو كتب الله كنت عايش معاها سمعتيني وهي شي حوايج غير نقصوا مع اني ما غنديك شي كتبوا عليك الله سمعتيني شي حوايج غير نقصوا كتبوا لك الله يكتبهم عليك خدمة اللي كانت خدمة في الأول وسي تبقى كيما كانت كيما كانت كنقص سمعتيني اللي كان سيب صحته ينسي ونسيب ما ماشي هي هذيك فهمتيني لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.